أهلا بحضراتكم في الفقرة دي وفيها ما يخص الشأن الليبي كله والصراع اللي ممكن ينشب في هذه المنطقة. معنا فيها الأستاذ مهدي كشبور عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق. أهلا بحضرتك. أهلا. معنا أيضا الأستاذ أوكتاي الماز المحلل السياسي التركي. أهلا بحضرتك. أهلا. اسمحوا لي أبدأ في البداية في بالعاجل ده. عاجل بيقول أنه مقتل أكثر من 20 طالب في قصف لقوات حفتر بطرابلس. أستاذ مهدي ممكن تدينا تفاصيل عن العاجل ده؟ نعم طبعا. هذه الكلية العسكرية في طرابلس فيها دفعة حديثة ما زالت كيف بدأت يعني تجهز في نفسها بحيث يكونوا ضباط المستقبل ونأسوا بهم الجيش الليبي. للأسف قام طيران مسير غالبا حيكون تابع لحكومة الإمارات بقصف هذه الكلية وقصف الطلبة أثناء طابور التمام المسائي، وللأسف حدثت مجزرة ربما حتى عدد شهداء فاق هذا العدد الكثير، يعني يقارب يعني الحادثة دي بطيارات مسيرة مش نعم. مش جنود على الأرض بري. لا لا، هي يعني الهجوم البري بعيد يعني عن وسط العاصمة طرابلس، يعني في مناطق صلاح الدين، يعني بطيارات مسيرة بعتها نعم. الإمارات نعم بالتأكيد، يعني الطيران الليبي غير قادر يعني على استهداف دقيق مثل هذا، وأيضا يعني إذا ما دخل مجال جوي في طرابلس الدفاعات الجوية قادرة على تصدي له، لكن الطيران المسير الإماراتي هو يعني يطير على ارتفاعات شاهقة لا تملك اليوم إلى الآن الحكومة الليبية الإمكانيات لرد مثل هذا الطيران. طيب خليك معي بعد إذنك. خلينا نرحب كمان بالأستاذ أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012. أستاذ أسامة مساء الخير يا فندم. أهلا بك وضيفك الكرام. أهلا بحضرتك أستاذ أسامة. يعني عندنا خبر مناورات بالذخيرة الحية للبحرية المصرية، والسؤال لحضرتك إلى أي درجة ممكن أن يستفيد الليبيين من التدخل المصري؟ يعني واقع الأمر يقول أن أي تدخل مصري على الأراضي الليبية هو بمثابة إشعال الحرب الأهلية بين الليبيين أنفسهم، وأن الخاسر الوحيد هم الليبيين والمصريين، مع الاثنين حيخسروا مع بعض في هذا الموضوع، ولن يستفيد أحد بالتدخل المصري. وإن كنت أستبعد أي تدخل مصري في هذا الاتجاه، ما تفعله مصر من مناورات هو ليس إلا استعراض فقط لا غير، أن احنا موجودين، ونفس القصة في الصوت الإعلامي العالي، لكن القضية تكاد تكون محسومة بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية اللي موجودة على الأرض الليبية. يعني نحن نعلم أن هناك قوات أمريكية موجودة في مصراتة، نحن نعلم أن هناك قوات فرنسية، قوات إيطالية، وكذلك يعني تركيا داخل على الخط، فإحنا عندنا قوات دولية موجودة أين ستصل في هذا الاتجاه غير أنها تحاول أن يكون لها نصيب من الكحكة الليبية. طب بس حضرتك قلت الاثنين خسرانين، الجانب الليبي والجانب المصري، ما هي الأدلة اللي حضرتك بنيت عليها وجهة نظرك؟ دخول مصر مع جانب حفتر بعد دخول تركيا مع الجانب الحكومة الشرعية حكومة الوفاق، معنى كده أنه مزيد من إشعال حرب داخل أو على الأرض الليبية، هذه واحدة متفقة. ماذا تخسر مصر؟ ما يخص المصريين؟ ماذا تخسر ما يخص مصر؟ نعم لا مش سامع. ماذا ستخسر مصر إذا وقفت ضد حكومة الوفاق؟ مصر لا الوضع الأمني الداخلي لها مهيئة لها أنها تقوم بمثل هذه المواجهة العسكرية، لا الوضع الاقتصادي لمصر يسمح بهذه القيام بهذا الحرب، لا الوضع الجيش المصري نفسه في حالاته دي بعد ما أوقف تطويره القتالي وتطويره التسليحي وتطويره في مجال المهام القتالية خلال أكثر من 40 سنة دلوقتي، إن هو يقوم بمثل هذه المهام. وعندنا تجارب كتير قوي سواء في قصة الواحات أو في حماية الحدود السودانية الجنوبية أو الحدود الغربية أو على أرض سيناء نفسها، فكل المؤشرات بتقول إن احنا يعني ليسنا جاهزين لخوض حرب ومع من؟ مع تركيا. بس حضرتك بتقول لي وأوقف التسليح، لكن الجانب المصري الجيش المصري لم يوقف التسليح، ثم أني التقييمات للجيش المصري في المجال مثلا الدفاع في المجال البحري متفوقة على جيوش كتير جدا، في مجال الطيران الجيش المصري متفوق على كتير من جيوش المنطقة. صحيح صحيح
اتفق معك هذا، انا اقصد بالتسليح ان هو القدره على التصنيع المحلي، القدره ان هو يمتلك الذخيره الكافيه ويمتلك التحرك بالاسلحه المستورده. هو استورد اسلحه متكتفه ومقيده بمقاييس من صدر للسلاح، سواء كانت امريكا او كانت فرنسا او الى اخره، وبالتالي في حدود لاستخدام هذا السلاح لا يمكن لمصر ابدا ان هي تتخلى عنها الا باشاره من الجهات التي صدرت لها السلاح. اما تركيا على العكس استطاعت ان تصنع تصنيع محلي، يعني تسليح في المجال الجوي، في المجال الارضي، في المجال البحري، صناعات دفاعيه وطنيه، عندها مجال كبير جدا في صناعه الذخيره، وهي ما قد تفتقد مصر في يوم من الايام اذا ما دخلت حرب طويله المدى الى اخره. وهم يعلمون ذلك جيدا، ما بين السلاح الروسي وما بين السلاح الامريكي هناك حرب موجوده، ده على يعني او يعني نوع من انواع الانكشاف لقوة التسليح المصري إذا ما دخل حرب طويلة المدى. وبالتالي خسارة مصر في هذه الحرب ناهيك على أن فعلا الأمن القومي المصري يهتز إذا ما دخل حرب، وليس كما يدعي السيسي ومن معه أن دخول تركيا على الأراضي الليبية هو تهديد الأمن القومي المصري، هذا غير صحيح. وبالتالي يعني هم الامارات بتعمل ايه في ليبيا اللي جابها مثلا؟ طب فين دور الامن القومي المصري في افريقيا؟ فين دور الامن القومي المصري في ليبيا على مدار السنوات اللي فاتت؟ تمام. خليك معايا يا باشمهندس اسامه بعد اذنك، خليك معايا حضرتك اروح للاستاذ اوكتاي الماز. استاذ اوكتاي، يعني عندي خبر بيقول الخارجيه المصريه عن تفويض ارسال قوات تركيه الى ليبيا، تصعيد اقليمي يهدد استقرار المنطقه. يعني الخبر هو كان موجود في CNN، ده رد فعل الخارجية المصرية على موافقة البرلمان التركي بأغلبية تكاد تكون ساحقة على إرسال قوات إلى ليبيا. ما هو تعليق الأتراك، مش تعليق حضرتك، هل فعلا يرى الأتراك أو النظام التركي أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد إقليمي يهدد استقرار المنطقة؟ تحية طيبة طبعا لكم ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع ما يهدد الاستقرار هو التسليح المصري والإماراتي للمتمردين. يعني هناك في نحن أمام الواقع، هناك حكومة شرعية معترف بها دوليا، يعني هناك شرعية وهناك متمردين مسلحين، مجموعات تحاول القضاء على الحكومة المدنية الشرعية، وهناك ما يشبه بالانقلاب العسكري. يعني ما يهدد الاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام هو التدخل الخارجي والدعم المسلح للمتمردين والقضاء ومحاولة القضاء على الحكومة المدنية. من هذا من جانب. من جانب آخر، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن التدخل التركي العسكري في ليبيا. لماذا؟ لأن تركيا هناك أولا لا حاجة إلى الذكر، يعني إطالة الروابط التاريخية، الدعم التركي لاستقلال ليبيا من الاستعمار. نذكر أن مصطفى كمال كان يدرب الليبيين المجاهدين لمقاومة إيطاليا وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك هناك اتفاقيات بين الحكومتين، اتفاقيات الدفاع، التعاون العسكري، واتفاقيات رسم المياه البحرية وما إلى ذلك. إذا توجد تركيا هناك، يعني في حال إرسال تركيا الدعم العسكري هناك، هذا يكون في إطار الشرعية، يعني استجابة لدعوة الحكومة الليبية الشرعية. يعني هذا لا يعتبر إذن تدخلا خارجيا. يعني هناك اتفاقيات، مثلا هناك اتفاق تركي أمريكي، بموجب هذا الاتفاق هناك قاعدة عسكرية أمريكية في تركيا. هل نعتبر أن أمريكا تحتل تركيا؟ لا، هذا تعاون أمني عسكري بين البلدين. سيد أكتاي بتقول إرسالنا قوات إلى ليبيا ليس تدخل، فهو بطلب من الحكومة الشرعية. يعني ده كان رد النظام التركي هكذا، يعني الرؤية التركية لهذه الأحداث. إنه بطلب بعدين بعد ذلك تركيا لا تريد، يعني هناك شيء آخر بين التدخل التركي، إن صح هذا التعبير، بين التدخل للأنظمة الاستبدادية في المنطقة. التدخل التركي ليس لأجل فرض الحل العسكري في ليبيا، التدخل التركي لأجل منع
محاولة الحل العسكري. يعني هناك أطراف، هناك دول، أنظمة تحاول فرض الحل العسكري في ليبيا. تركيا، الحكومة الليبية ومعظم أعتقد الشعب الليبي والحكومة التركية ترفض هذا الخيار. تركيا طبعا. يعني هذا لدعم المسار السياسي. طيب خليك معي سيد دكتور. سيد مهدي، يعني سيد كشبور، يعني خليني أقول لحضرتك عندي ثلاث أخبار. خبر بيقول مثلا طيران حفتر يقصف مناطق سكنية وسط العاصمة طرابلس، وكان بينهم أو كان في صور المستشفى. نعم. خبر أيضا بيقول الوفاق الليبية طيران إماراتي يواصل قصف مطار معتيقة ومحيطه. خبر ثالث بيقول وفي فيديو، يعني قائد ميداني في قوات حكومة الوفاق بيقول يؤكد إسقاط طائرة مصرية بعد استهدافها من قبل المضادات الجوية. يعني ألا ترى في الثلاث أخبار دول أنه قوات حفتر نشطة بعد الزيارة الأخيرة اللي قام بها حفتر إلى القاهرة؟ نعم بالتأكيد. يعني الآن حفتر يستبق الزمن، يتسابقه الزمن قبل دخول القوات التركية على الأراضي الليبية، وبالتالي يحاول أن يحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ولعله يطمح إلى حتى تحقيق نصر قبل الدخول التركي، ولكن هذا بالتأكيد بعيد الاحتمال. لا يمكن حسم معركة من خلال قصف بالطيران المسير الأجنبي مهما كان، ما لم يلتحق به تقدم على الأرض. ما يحدث اليوم في العاصمة، هناك تراجعات لقوات حفتر على الأرض، وبالتالي يحاول أن يغطي هذه التراجعات. قصف المطار كان عن طريق صواريخ جراد، وهي صواريخ يعني معروفة أنها غير دقيقة. أثناء انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوب غرب طرابلس، قامت برماية كمية كبيرة من صواريخ الجراد على منطقة المطار. ونعم نعم على منطقة لا، هو ليس للتغطية، لأن التغطية تكون إذا مع القوات المواجهة، لكن ما حدث هو ضرب المطار على مسافة تقريبا أكثر من 15 كيلومتر، وكان نوع من الانتقام يعني بسبب خسائرهم في هذه المعركة التي حدثت البارحة، وانسحبت على أثر قوات خليفة حفتر ميدانيا من أكثر من منطقة جنوب غرب طرابلس. طيب لكن المطار برضو في ضرب مطار إماراتي وصل قصف مطار معتيقة. نعم صحيح، هناك طيران مسير لم يتوقف بالتأكيد، ضرب أكثر من مرة على يعني الرنوي في المطار محاولة منع إقلاع أي طائرات ومنع استفادة. أم الفندم، ليه قائد ميداني في نسمعه كده في حكومة الوفاق، نسمع الفيديو ده، وكان فيديو أرشيفي، يعني قائد ميداني في حكومة الوفاق بيقول يؤكد إسقاط طائرة مصرية. يعني قدرت القوات الوفاق تسقط طائرة مصرية، لكنها لا تستطيع حتى الآن التصدي للطائرات المسيرة. نعم، الأسلحة التي يمتلكها الجيش الليبي في المنطقة الغربية هي أسلحة روسية القديمة، يعني أو الأسلحة يعني التي تتبع الحرارة مثل السام 7، وبالتالي هي غير يعني غير مجهزة تصدي الطائران المسير، وبالتالي هذه الصواريخ تستهدف الطائرات التقليدية من الرافال والميج والميراج وغيرها. العتاد التركي هتفرق. نعم. وهذا يعني وهذا ما يعول عليه الليبيين حتى بدرجة أولى، هو الدعم اللوجستي من الأسلحة النوعية، مضادات طائران، منظومات مضادات طائرات، مضادات دروع، وهذه الأسلحة هي ما ستحدث الفرق، لأن الحقيقة الكفة ربما يظهر أنها تميل لصالح خليفة حفتر، لأنه يمتلك هذا الطيران الأجنبي يعني الذي ينفذ ضربات لا يستطيع الدفاعات الجوية الليبية صدها، ولكن بعد دخول بالتأكيد الجيش التركي لديه إمكانيات كبيرة لصد مثل هذه الطائرات، بل على العكس الجيش التركي اليوم هو من الجيوش المتطورة في الطيران المسير، بل ربما حتى يصنف من أول الجيوش يعني التي تملك إمكانيات في الطيران المسير الدقيق والعالي يعني الجودة، بحيث يسير إلى مسافات طويلة ويستهدف أهدافها بدقة عالية. طيب خليك معايا يا سيد مهدي، بعد اذنك نروح للاستاذ اسامه سليمان. سيد اسامه، حضرتك كنت عضو لجنه الدفاع والامن القومي ببرلمان 2012 في القاهره. سؤال حضرتك، كيف يمكن او كيف يتسنى للبرلمان مناقشه جديه او عدم جديه او دراسه جدوى الدخول في عمل عسكري
أم لا؟ كيف يتم هذا هذه المسألة داخل البرلمان؟ يعني النقطة دي في لجنة الدفاع والأمن القومي بيبدأ يدرس بالضبط إيه المكاسب وإيه المخاسر وإيه الأولويات وإيه الضرورة بتعاون مع عسكريين وقدرة مع عسكريين طبعا مع وزارة الدفاع خلاص وإيه القدرة المتاحة وإيه الجهازية اللي موجودة وإيه المتطلبات اللي بتحتاجها القوات المسلحة من بقية أجهزة الدولة كل ده بيتم بدراسته عشان يتخذ قرار بإمكانية دخول الحرب أو إلى آخره وبتقدم مذكرة بتترفع للبرلمان بيرفعها لرئاسة الجمهورية طبعا ده لو كان في برلمان منتخب برلمان ديمقراطي وبيمارس حقوقه زي ما بنشوف في الدول الديمقراطية لكن في للأسف في الدولة المصرية بعد الانقلاب على إرادة الشعب فيها بقى من يحكمها بيخالف الدستور وبيخالف القانون وبيخالف المؤسسات الدولة كلها وبياخد قراره وبعد كده ممكن يبقى يرجع يبعت المذكرة للبرلمان أو ما يبعتهاش إلى آخره الأمر مختلف في البرلمان اللي موجود دلوقتي وأدائه وبين البرلمان لو كان برلمان في دولة ديمقراطية أو برلمان ثورة إزاي كان يفرض على رئاسة الجمهورية أن هي تقوم بحرب أو لا تقوم بحرب زي مثلا قصة سد أثيوبيا واللي كان سد النهضة في أثيوبيا كان المفروض أن يتم اتخذ فيه إجراءات ما بين الدبلوماسية ما بين الحزم ما بين كذا وصولا إلى الحفاظ على حقوقنا في مياه النيل وإذا كان من أولويات الأمن القومي المصري اللي احنا فرطنا فيه هل الدخول في ليبيا وهو مين اللي جاب يعني بفرض زي ما بتتكلم الجهات المصريه عن الدخول التركي والى اخره وسموه زي ما غزو الى اخره ومن الذي ادخل تركيا او اوجد تركيا على الساحه الليبيه غير حفتر ومن معه يعني هم اللي جابوا مش الوفاق اللي جابت تركيا على فكره ده 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 حفتر والامارات وبس هم اللي جابوا تركيا لان اصرارهم على ان يبقى في حاله نزاع عسكري على الارض الليبيه وعدم الوصول لحل سياسي يرضي جميع الاطراف الليبيه والوصول الى ليبيا انها تبقى مستقره هو ده اللي ارغم حكومه الوفاق ان هي تجيب تطلب دعم عسكري من تركيا فكان المفروض ان مصر لو كانت فعلا قيادتها قياده حكيمه ان هي كانت تتفاهم مع السراج ومع الجانب الاخر على ان ازاي يبقى الحدود البحريه في مصلحه مصر بالعكس ده دخول تركيا او توقيع تركيا اتفاقيه مع الجانب الليبي حافظ على الحدود البحريه المصريه ايه اللي فرط فيه عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا جبنا جون وللاسف جاب جون في نفسه لان اللي عمله ده لما راح فهم مع قبرص اليونان هو ضيع مساحات بحريه مليئه بالنفط ومليئه مليئة بالغاز من الثروات المصرية المفروض الأجيال المصرية تستفيد هو ضيعها في مقابل أن ترضى عنه أوروبا وترضى عنه اليونان ومصر وانصياعا للجانب الإسرائيلي اللي عايز يمرر خط أنبوب النفط على مقطول 1900 كيلومتر الاتفاق ده كان أولى مصر يكون لها فيها نصيب تمام. لكن حالة النكاية اللي بتقود عبد الفتاح السيسي في ان هو نكايه في تركيا يروح يوقع مع قبرص وعلى اليونان على حساب الثروات المصريه وعلى حساب السياده المصريه وعلى حساب الجيش المصري هو اللي ادى بينا بالنهايه لان تركيا تدخل تطلب بناء على المذكره اللي موجوده مع حكومه الوفاق انها تدخل وتدعم هذه طيب خليك معي سيد اسامه بعد اذنك سيد اكتاي يعني عندي خبرين خبر من فرانس بريس بيقول تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية فرنسية ده خبر من فرقه من بوابة الشرق الأوسط صوت ليبيا الدولي فرانس بريس تأكيد فرنسي صحيح. لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية عندي خبر تاني بيقول أن ميليشيات سودانية تنتقل إلى ترهون الليبية لدعم حفتر يعني أهو خبر في عربي 21 ميليشيات سودانية تنتقل يا ترهون ده قبل كده كان في خبر برضو عندنا او وثيقه بتقول ان الجيش المصري درب قوات حفتر في مصر كانت وثيقه نشرت وتداولت على السوشيال ميديا اهو في الخليج الجديد وثيقه مسربه تكشف عن معسكرات تدريب لقوات حفتر في مصر سؤالي بقى لحضرتك باعتبار حضرتك تركي هل تركيا مستعده لان تواجه قوات سودانيه وقوات فاغنر الروسيه وقوات فرنسيه في معركه يرى البعض أنها ربما تكون استنزاف لتركيا في النهاية نحن هذا طبعا ليس سر نعلم أن هناك قوات فرنسية مرتزقة من السودان مرتزقة من روسيا حتى من أوكرانيا
وما إلى ذلك. لكن ممكن أقطعك لحظة أقطع حضرتك بس نجيب بقوات قائد قوات حفتر المسماري بيعترف بوجود قوات روسية على أرض الليبية نشوفها كده الولاء السادة المشاهدين بعضهم ممكن نسمعها بعد إذنك. بعد إذن حضرتك تفضل عشان بس البعض المصريين بنزيع المصريين فاهمين ان هم يعني داخلين معركة شرف إذن او يعني متضايقين من التدخل التركي. إذن هناك قوات روسية باعتراف قوات فرنسية تدريب مصري طيران إماراتي كل التأكيد. هل تركيا يعني ده ممكن يكون محاولة لجر تركيا الى حرب قد تطول وتستنزف معها الاقتصاد التركي؟ أولا هناك طبعا أهداف تركيا معروفة وواضحة، ليس الدخول، ليس الانتشار في شرق ليبيا. بعدين هذه القوات يعني هذه مجموعات مرتزقة، ليست قوات رسمية. على سبيل المثال لا توجد هناك قوات رسمية روسية، بل هناك مرتزقة، شركة روسية ترسل مرتزقة الروس هناك، كذلك مرتزقة من السودان، من جميع أنحاء العالم تدفع أجرة من دولة خليجية من دولة الإمارات وتجمع المسلحين هناك. يعني هناك لدى تركيا تجربة طويلة وناجحة في محاربة المجموعات الإرهابية والمرتزقة، ولذلك يعني لا يمكن يعني هذه المجموعات المسلحة هذه المجموعات الإرهابية تشكل خطرا على الجيش التركي. الدعم التركي سيكون طبعا الدعم اللوجستي النوعي، كذلك الخبراء العسكريين لوجستي مفهوم ماذا؟ الدعم العسكري اللوجستي نوعي، يعني هناك حاجات كثيرة كما ذكر الأخ. بكل التأكيد تركيا ستلبي حاجات الحكومة الليبية بهذا الخصوص، كذلك سيكون هناك خبراء. يعني أنا لا أتوقف في البداية وصول المقاتلين يعني جنود. لحظة هقطع حضرتك، يعني الدعم التركي لن يكون دعم بجيوش برية؟ لا أتوقع في البداية هذا، أتوقع كما قلت إرسال الدعم النوعي اللوجستي النوعي ما يحتاجه الحكومة الليبية. ذكر السيد مهدي يعني. نعم بكل التأكيد، مضادات وما إلى ذلك من الأسلحة النوعية، كذلك الخبراء يعني ما يحتاجه كذلك، يعني هناك عدم الخبرة ربما في بعض تدريب، يعني تدريب تجهيز وتنظيم صفوف هذا الجيش الجديد، لأن دمر الجيش الليبي، أصلا لم يكن هناك جيش، قطيف لم يؤسس جيش في الواقع في ليبيا. هذا كبداية، طبعا حسب التطورات هذا الطعم شكل الطعم سيتغير، سيقرره يعني الجانبان. ما أريد أن أقول يعني هدف تركيا ليست الانتشار في ليبيا في جميع ليبيا، تقديم الدعم للحكومة المعترف بها، منع سقوط العاصمة طرابلس، وكما قلت منع احتمال فرض الأمر الواقي من الطرف الآخر. يعني دعم هذا يعتبر دعم للحكومة الليبية. من يسأل سيد أكتاي، وما الذي يهدد الأمن القومي التركي إذا حفتر أصبح رئيس ليبيا كلها من الغرب إلى الشرق؟ ما الذي يهدد الأمن التركي؟ أولا حفتر من البداية اتخذ موقفا معاديا من التركية، هدد المصالح التركية، حتى المواطنين المدنيين العاملين في ليبيا هددهم، هذا أولا. ثانيا هو مدعوم من قبل الأنظمة الاستبدادية المعادية التي تخاصم تركيا. ثانيا يعني هناك كما قلت روابط، يعني ليبيا وتركيا عاشت معا أكثر من 4 قرون، روابط تاريخية ومصالح مشتركة. تركيا اتفقت مع ليبيا على رسم الحدود البحرية وحددت كل منهما المناطق البحرية الاقتصادية. هذا استمرار هذا الاتفاق مرهون على وجود هذه الحكومة المدنية. إذن هناك يعني هناك مصالح مشتركة بكل تأكيد، وتركيا معنية لحماية مصالحها. هناك أطراف مثلا يونان
استفادت من الخلاف التركي المصري التركي الإسرائيلي وجمعت هذه الأطراف ضد تركيا في البحر المتوسط. هذا الاتفاق خرق يعني يعتبر خرق لما تم. تمام. خليني أروح للأستاذ أسامة سليمان في السؤال الأخير للأستاذ أسامة. أستاذ أسامة يعني حضرتك ما رأيك في الحملة الإعلامية لحشد المصريين ضد تركيا؟ والله يا أستاذ محمد خليني أقول لك إن يعني الجو العام بيقول إن هل في مواجهة عسكرية هتبقى على الأرض الليبية أحسن إنه حتى الآن رغم كل المظاهر اللي احنا بنشوفها إعلاميا والتصريحات اللي بنشوفها والطيارة وقعت وكذا، لا هو كل ده محاولة من القوى الدولية اللي موجودة على الأرض الليبية والمستفيدة إن هي ترسم مسار سياسي ببنود معين. دخول تركيا على الخط كان غير مرغوب فيه من كل الدول، من فرنسا وإيطاليا وروسيا وأمريكا ما كانوش عايزين، كلها دخلت خلاص بقت موجودة فبقت جزء من الحل اللي لابد إن هي تتبنى. وبالتالي أحسب المؤتمر برلين اللي جاي أو مؤتمر غيره حسب ما هنشوف اللقاء اللي بين رئيسان أردوغان وبوتين هينتهي إلى إيه، هيفرض مؤتمر دولي تقريبا هو ده اللي هيرسم فيه الوضع. وبالتالي قد يكون هناك تغيير في الأعضاء أو زيادة في عدد أعضاء المؤتمر الدولي اللي جاي، قد يكون هناك تغيير في جدول الأعمال اللي موجود، لكن كل ده ما هو إلا بمثابة تجهيز إن جدول الأعمال يبقى فيه إيه والحل السياسي اللي يتم فرضه يبقى موجود إيه. وأحسن ان لو كانت قياده مصر قياده ديمقراطيه وبالتالي مش تابعه للقرار الدولي هي لا تستطيع ان تقدم اي نوع من انواع المواجهه العسكريه الا بقرار من ياتيها من الخارج. عدا ذلك كل اللي بيحصل في الاعلام هي محاوله لان احنا نعيش دور من دور الحرب وان مصر بتعيش حاله من الجهاز حاله من الدفاع عن الامن القومي بتاعها وان تركيا عدو لمصر او هكذا. يصور الإعلام المصري للأسف أن تركيا ضد مصر وتركيا أبدا لم تكن ضد مصر، ومعلوم جدا أن ما فيش أي مواطن لا مصري ولا عربي ولا تركي يتمنى أن يكون هناك أي نوع من أنواع المواجهات بين الجيش التركي وبين أي جيش عربي. ولكن الأهم في الموضوع كيف نصل بالاستقرار أو بحالة الاستقرار للأرض الليبية وغيرها. مشكلة عبد الفتاح السيسي أنه انقلب وبالتالي هو بيحافظ على أن كل الدول المجاورة ليها تبقى حكم فيها حكم عسكري وليس حكم مدني بإرادة شعبية. إيه دي مشكلة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الملف الليبي تحديدا. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك الاستاذ اسامه سليمان عضو لجنه الدفاع والامن القومي ببرلمان 2012. السؤال الاخير لحضرتك اسمح لي، يعني انا شفت خبر ما اعرفش مدى صحته، هناك خبر قدامي اهالي مصراته في تظاهره لدعم الوجود العسكري التركي تحت شعار شكرا اردوغان. نعم. لكن انا شفت خبر تاني بان هناك قبائل في ليبيا تدعم حفتر. نعم. يعني من نصدق؟ شوف هو طبعا بالتأكيد حفتر يسيطر على المنطقة الشرقية، أهالي مصراتة في تظاهرة لدعم الوجود العسكري التركي شكرا أردوغان. بالأمس خرجت مظاهرات في طرابلس وفي مصراتة وفي أكثر من منطقة في المنطقة الغربية أو المناطق المسيطرة عليها حكومة الوفاق داعمة لهذا القرار وتؤيد هذا القرار. في المقابل حاول خليفة حفتر إخراج مظاهرات وهمية يعني لم تتجاوز المئات في أحسن التقديرات، شيوخ قبائل. نعم، شيوخ قبائل وحتى يعني بعض يعني أنتم كيف تسموا في مصر بلطجية يعني مؤتمن الشرفاء. نعم، أهل الشرفاء. أيوة. مشايخ القبائل، شنو مشايخ القبائل؟ لا يوجد في ليبيا شيخ بالمعنى الحقيقي بحيث أنه هو يأمر قبيلته فتأتمر بأمره. هناك أشخاص، زرحم القذافي كان في فترة القذافي سمام قيادات شعبية اجتماعية وكانوا من اللجان الثورية ويأخذ دور زعامات القبائل، لكن في حقيقة الأمر لا سلطة لهم ولا هم مجرد اسم وظاهرة صوتية يخرج من كل قبيلة، يعني تنسى من قبائل أعدادها بالألاف يخرج من 10-15 ويطلب بيان تأييد لخليفة حفتر وضد الاستعمار وكلام يعني تسويقي أكثر منه هو حقيقي يعني، وإلا كان عكس على الأرض. يعني بالأمس أكبر مدينة في المنطقة الشرقية تم جمع جميع يعني البلطجية والمواطنين الشرفاء على رأيك من جميع مناطق المنطقة الشرقية وتجميعهم في بنغازي لم يتجاوزوا المئات، يعني لم يتجاوزوا 200-300
شخص كبير وصورهم يعني حتى الصورة من قريب يعني، لكن أيوه سربت صور أخرى يعني تم تسريب صور أخرى أظهرت حقيقة كبيرة جدا. نعم يعني حملة إعلامية كبيرة خاصة من الإمارات يعني تتولى زي ما قال الأستاذ مهدي تقود حملة يعني لما رفعوا الكاميرا بان ان هم عدد قليل عدد قليل بالاخر حتى لا يرقوا في اغلبهم يعني حتى مش من المدينة، جابنهم حافلات من المدن الاخرى الى مدينة بنغازي عشان يكثروا العدد، ومع هذا كله لم يتجاوز الشعب الليبي يعني بشكل عام هو مع من؟ الشعب الليبي طامح للحرية وطامح للديمقراطية، وبالتالي لن يكون مع خليفة حفتر. حتى من يختلف مع حكومة الوفاق وانا احدهم يعني كنا نختلف مع حكومة الوفاق سياسيا، ولكن نحن الآن في مركب واحد ضد الانقلاب العسكري. نحن اليوم نختلف سياسيا ربما نحل خلافاتنا على طاولة الحوار، ولكن أن نحتكم للسلاح كما فعل خليفة حفتر. خليفة حفتر مشروع ليس من اليوم، في 14 فبراير 2014 من داخل العاصمة أعلن انقلاب الفاشل وتجميد الإعلان الدستوري. في وقتها لم يكن هناك لا سراج ولا تركيا ولا ميليشيات ولا غيره، أعلن تجميد الإعلان الدستوري ولكن لم ينصاع لها الضباط الجيش وهرب من طرابلس واتجه إلى شرق بنغازي، ومن هناك بدأ تجميع بعض المقاتلين من مقاتلي القبائل وأثار فيهم النعرات القبلية. وكان في تلك الفترة مجموعات حاولت تعلن الفيدرالية في ليبيا، فأسس منهم كان في تلك الفترة ما سماه جيش برقة، وهو مجموعة من يعني أبناء المنطقة الشرقية اللي كان يطمح إلى الوصول إلى حكم فيدرالي. استغلهم خليفة حفتر وبدأ بهم المعركة في بنغازي إلى أن تحصل على الدعم من المصري والإماراتي وما إلى ذلك، وبالفعل بدأ يعني يقوي نفسه شيئا فشيئا إلى أن سيطر على كامل المنطقة الشرقية ويمارس فيها آلة رعب. يعني الناس عندما تحدث عن منطقة محمود دورفلي مثلا الذي يرتكب المجازر ويصول ويجول اليوم في بنغازي مطلوب محكمة الجناية الدولية، بل قام خليفة حفتر بترقيته من رتبة رائد إلى مقدم، وبالتالي يعني أصبح الناس يرتعبوا حتى من مجرد نقد خليفة حفتر أو أحد حتى أبنائه يعني أو أبناء عمومته، والذين يعني عندما نتحدث عن أسرى في فترة ما يعني وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة الوفاق قام باعتقاله فرج قعيم في تلك الفترة وسجنها تقريبا سنة وأذاق العذاب. يعني أنا بشكرك جدا، بس خلينا نأخذ نشوف الفيديو ده لمشهد من المستشفى بعد قصف بعد جريمة ارتكبها حفتر في ليبيا، وأخذ تعليقات من سر الضيوف عشان نختم الفقرة دي. نشوف المشهد ده من أحد المستشفيات، مستشفى الخضرة في طبرق في طرابلس. طرابلس. أخذ تعليق سريع على المجزرة اللي ارتكبها حفتر، تعليق سريع عشان الوقت خلص مني. يعني بكل تأكيد هذه مجزرة تعتبر جريمة الحرب يجب محاسبتها. ويجب محاسبة الدولة. محاسبة من قام ومن يدعم. من يسلح حفتر رغم الحظر الأمامي لتسليح المجموعات المسلحة المقاتلة هناك. يعني هناك حكومة وهناك مجموعات مسلحة يتم تسليح هذه المجموعات المسلحة. صمت دولي. سيد أوكتاي الماز محلل السياسي التركي بشكرك جدا. سيد مهدي تعليق حضرتك على المجزرة دي. بالتأكيد هذه واحدة يعني من سلسلة مجازر التي ارتكبها خليفة حفتر. هؤلاء طلبة يعني طلبة في كلية عسكرية، يعني هذه الكلية هي بالتأكيد تصنف من المؤسسات المدنية لأنها لا تدخل في إطار المعركة والسلاح. أيضا هناك استهداف لمطارات مدنية ومستشفيات مواقع، كل هذه تدخل في نطاق الجريمة، جريمة الحرب المصنفة وفق بروتوكول روما لمحكمة الجنايات الدولية، وتعتبر خرق واضح للقرار 1970-1973 الصادرات من مجلس الأمن بخصوص حظر تسليح الجماعات الخارجة عن الدولة في ليبيا. بشكرك سيد مهدي كشبور عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق، بشكرك جدا، كما أكرر الشكر للأستاذ أسامة سليمان.